أخبار الرياضة نقدمها من الجزائر الإخبارية. مشاهدينا السلام عليكم. بداية يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 عاما نظيره التونسي يوم غد السبت بالملعب الدولي بالقاهرة بداية من الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر، والهدف مواصلة مغامرته العربية وحج تأشيرة الدور النهائي لكأس العرب للأمم 2021 الجارية فعاليتها بمصر ما بين 20 جوان و6 جويلية. المنتخب الجزائري لهذه الفئة العمرية الذي بلغ المربع الذهبي بفضل الفوز على المغرب بركلة الترجيح يسعى للتألق في اللقاء المحلي المغاربي الثاني أمام المنتخب التونسي بقيادة ويقود في هذه المباراة الثانية للدور النصف النهائي، حيث سيواجه منظم الدورة المنتخب المصري نظيره السعودي. إذن الناخب الوطني محمد لصات الذي يعتمد على النفس الثاني لأشباله بعد تمكنه من العودة بقوة في كل مرة في الأنفاس الأخيرة من المباراة مثلما كان الشأن عليه أمام المنتخب المغربي. إذن وبالعودة لأخبار المنتخب الوطني دائما، وفي مشواره إلى حد الآن تمكن من التغلب على أقوى المنتخبات المشاركة في البطولة العربية، وعزيمة الفوز التي كانت سلاحه لبلوغ الدور النصف النهائي. عودة إلى مشوار الخضر لأقل من 20 عاما في تقرير كريم أيت عثمان. هم شبان يصنعون الحدث فوق الأراضي المصرية هذه الأيام، وصلوا إلى المربع الذهبي بجدارة، خطفوا الأنظار، وأضحت الجماهير الجزائرية تتابع مشوارهم بشغف رغم أنها لم تراهن عليهم كثيرا قبل بداية المشوار. ماذا تغير في فريق كان مخيبا في دورة شمال إفريقيا بتونس؟ هل هي الأسماء الجديدة التي انضمت؟ هل هو تغيير الطاقم الفني؟ أم أن روح الانتصارات التي زرعت في الفريق الأول ثم امتدت إلى المحليين هي من أحدثت هذه الانتفاضة من أسماء تبحث عن إثبات الذات في مصر التي شهدت تتويجا قاريا لا ينسى لكتيبة جمال بلماضي؟ فجأة أصبحنا نهتم بالتفاصيل ونسأل عن إنسان بوعون، ياسين تطراوي، بلحاج شكال والبقية دون إغفال لمسة محمد لصات في الأشواط الثانية، وعودة الخضر من بعيد في مواجهات صعبة تجعل العارفين بخبايا المستدير يجزمون بأن خزان إضافي للمنتخب الأول والمحلي أضحى جاهزا بعد هذه التجربة والمحطة المتواصلة مع مواجهة مرتقبة أمام منتخب تونس. ومهما كانت النتيجة النهائية فهذا الجيل القادم هو مكسب إضافي يحتاج إلى العناية والرعاية حتى نحتفل معهم في قادم السنوات بإنجازات جديدة للكرة الجزائرية. أيام قليلة تفصلنا على انطلاق أولمبياد طوكيو 2021. الرياضيون الجزائريون المتأهلون لهذا الحدث العالمي يواصلون تحضيراتهم، من بينهم محمد الطاهر تريكي الذي كسب التأشيرة أقول، ويواصل التألق في مختلف المنافسات الدولية. وقف عند الرياضي مع يوسف رزيك. ياسر تريكي في مصاف الكبار بفضل الإنجاز الذي حققه في تخصص الوثب الثلاثي في تجمع أوسلو، أحد أهم وأبرز المحطات الرياضية في عالم ألعاب القوى. قفزة ب17 متر و24 سنتيمتر سمحت لتريكي من احتلال المركز الأول عالميا قبل أقل من شهر من منافسات الحدث الرياضي الأكبر عبر المعمورة الأولمبياد في نسختها اليابانية. الرهف تاع مختار ربي يرحمه سيتي دو فوار سون فيس شامبيون. هذا هي لا موتيفاسيون اللي بعد سنين بور رياليزي لو راف تاع باباه ربي يرحمه، باسكو ملي جابو صغير يقول لي ولدي سوران شامبيون سوران شامبيون، جيسبر نحقوا له الرغبه تاعو ومام راهو في قبر ان شاء الله. وين المدرب تاعي دائما عنده لا كونفيونس فيا، انا ممكن نكون عيان في لي زونترينمون كي نشوف لونترينور تاعي يكوراجيني نزيد من عندي اكثر واكثر. سما المستوى اللي لحقنا له اليوم راهو مجهودنا 100%، واحد ما لحقنا له. مثله مثل بقية الرياضيين، ياسر تريكي عرف تذبذبا في برنامج التحضيرات والسبب معروف، الأزمة الصحية. شامبيونات افريك ما كانش، لي زوز اولمبيك ما كانش، كيما نقول لك اون جيري لي شونز الحمد لله.
كما يقول لك ماهيش حاجه غير علينا احنا الناس بكل سي تو الموند كي دون سيت سيتوياسيون تو لي اتليت تو لي زونترينور راهم في الوضعيه هادو. العام 2021 يمكن ان يكون عام التالق بالنسبه لياسر الذي حقق رقما قياسيا جديدا على المستوى المحلي في الرابع جوان الماضي بعدما حقق قفزة قدرت ب 17 متر و 31 سنتيمتر وهو ما يجعل العداء في أحسن رواق للتألق في طوكيو. هذه الصائفة. عاد أمس المنتخب الوطني للملاكمة إلى أرضية الوطن قادما من أوكرانيا أين أجرى تربصا تحضيريا في الأيام الماضية، وسيواصل الملاكمون الجزائريون تحضيراتهم لأولمبياد طوكيو بتربص آخر قصير بأرض الوطن قبل التنقل إلى روسيا في السابع من الشهر الجاري والدخول في معسكر إعدادي منظم من طرف الاتحاد الدولي للملاكمة ما بين الخامس والسابع والعشرين جويلية المقبل بمشاركة 25 دولة لتتنقل بعدها التشكيلة الوطنية مباشرة إلى طوكيو والدخول في المنافسة الرسمية ضمن الألعاب الأولمبية. يصادف الثاني جويليا اليوم العالمي للصحافة الرياضية موعد يحتفي به الإعلاميون والإعلاميات الرياضيات في اختصاص موجود منذ أزيد من قرن من الزمن وأصبحت الصحافة الرياضية من أهم أنواع الإعلام القديم والحديث وأكثرها تأثيرا في العالم لما تملكه من وسائل فعالة مؤثرة وعليه فعيد سعيد وكل عام والزملاء الإعلاميين الرياضيين بألف خير. ستكون الدورة الثالثة والأخيرة الخاصة بمرحلة اللقب لبطولة القسم الممتاز رجال في كرة اليد المقررة اليوم وغدا بالقاعة البيضاوية بالعاصمة حاسمة لتحديد من سيتوج بطلا لموسم 2019-2020 بعد عام من التأخر بسبب جائحة كوفيد-19. المرحلة الثالثة لدورة اللقب ستحدد هوية البطل الجديد ما بين شبيبة سكيكدا وأولمبيك عنابة وبدرجة أقل مولودية باتنا الذي سيتولى خلافة شباب برج بانريج في سجل المنافسة خاصة بعد انسحاب حامل اللقب المجمع البترولي وهو ما سيخلط كل الحسابات. وفي خبر آخر ذي صلة بأخبار الكرة الصغيرة رسم أعضاء المكتب التنفيذي الاتحادية الجزائرية لكرة اليد خلال اجتماعهم الذي عقد أمس الخميس صعود 9 أندية للبطولة الممتازة رجال خلال الموسم المقبل حسب ما أفادت به الهيئة الفيدرالية وتم صعود هذه الأندية على أساس احتساب ترتيب آخر جولة لعبت قبل توقف بطولة القسم الأول بسبب جائحة كورونا ويتعلق الأمر بثلاث أندية عن كل مجموعة في القسم الأول شرق وسط وغرب ويتعلق الأمر بنادي بركة اتحاد بوثلجة نادي الحروش نادي بيرمون الدرايس نادي الأبيار نادي الجزائر الوسطى مولودية وهران أولمبي مغنية وشبيبة القبائل. وبهذا القرار ستضم البطولة الممتازة رجال 25 ناديا الموسم المقبل حسب نفس المصدر. لعبت أمس مباريات الجولة 28 من الرابطة المحترفة لكرة القدم مباريات مثيرة كانت أكبر نتيجة فيها فوز شباب بلوزداد بسداسية كاملة لهدف على ضيفه سريع غريزان. أبرز مخلفات الجولة 28 نتابعها في تقرير أحمد صويلح. جولة حلق فيها النسر الصيفي عاليا في صدارة الترتيب بعدما تغلب على جاره شباب قسنطينة بهدف دون رد. الوصيف شباب الوزداد هو الآخر وصل السير في نسق النتائج الإيجابية المحققة منذ بداية مرحلة العودة والضحية هذه المرة هو نادي سلاغليزان الذي استقبلت شباكه 6 أهداف كاملة. رياح الجنوب لم تأتي بالجديد على الشبيبة القبائلية وأنصارها بعد أن تكبدت هزيمة قاسية بثنائية أمام صاحب المركز الثالث شبيبة الثورة هناك بملعب 20 أوت ببشار. من جهته لم يتمكن مولودية وهران من تعويض الخسارة التي لحقته على أرضية ميدانه في الجولة الماضية واكتفى بالعودة بنقطة التعادل الأبيضي من ملعب بومزراك أمام جمعية شلف. نفس الحال ينطبق على مولودية الجزائر التي عادت إلى الانتكاسات من جديد بعد انهزامها بهدفين 2-0 أمام عين مليلة. وعلى النقيض حقق اتحاد العاصمة فوزا مهما على الجريح أهلي البرج 3 أهداف مقابل هدف بملعب بلوغين انتصار أعاد الروح لأبناء السوسطارة في لعب ورقة قارية الموسم القادم. أما طرف نهائي كأس الرابطة نجم مقرى حقق فوزا ثمينا على النصر حسين داي
كذلك هو الحال بالنسبة لوداد لمسان الذي عقد من مأمورية اتحاد بالعباس، في حين تواصل دوامة النتائج السلبية مطاردة فريق شبيبة سكيكدا الذي دخل الإنعاش والجميع يخشى عليه من الموت المحتوم وإنعاش. وبتسليط الضوء على بعض المباريات، شباب الوزداد يواصل عروضه الكروية هذا الموسم، وبعد استعادته مركز الوصافة مناصفة مع شبيبة الصورة هذه المرة فاز بنتيجة عريضة على ضيفه سريع غليزان، كما ذكرنا سداسية كاملة لهدف نشاهدها في تقرير بلال بناري. يبدو بأن خروج فريق شباب الوزداد من الدور الربع النهائي لمنافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا وكذا إقصائه من منافسة كأس الرابطة جعله يصر على الحفاظ على لقبه، وإلا كيف نفسر الفوز الباهر والرائع في هذه الجولة أمام سريع غليزان بسداسية كاملة؟ شباب الوزداد دخل مهاجما فتمكن من افتتاح باب التسجيل بعد هذه الركنية المنفذة من أمير سعيود، المدافع كداد يفتتح باب التسجيل لفريق شباب الوزداد الذي افتقد بعد هذا الهدف لخدمات متوسط ميدانه زكريا دراوي بسبب الإصابة، إلا أن ذلك لم يؤثر عليه بتاتا، وما أثر على اللاعبين هي الحرارة الزائدة التي لعبت فيها المباراة، ما جعل الحكم فسيح في قفية في الدقيقة 30 من أجل استرجاع الأنفاس وشرب بعض من المياه، وبمجرد استئنافها حتى واصلت الآلة البلوزدادية الدوران. شاهدوا واحد من أجمل الأهداف، انطلقت الكرة من قدمي الحارس غايا، وبهذه التمريرات السحرية القصيرة المليمترية الرائعة التي جعلت عناصر فريق سريع غليزان يتفرجون والكرة تتقدم نحو حارس مرماهم، أنها الهداف الرائع هشام خلف الله برأسية ممتازة بعد هذه التوزيعة في شباك سريع غليزان، كان ذلك في الدقيقة 41. شباب الوزداد لم يتوقف عند هذا الحد، واصل الضغط وبقوة خاصة عن طريق الجناح الطائر السريع جدا بالخير الذي راوغ الكل داخل منطقة العمليات. دفاع سريع سقط أمام الصغير بالخير الذي وزع وخلف الله في المكان المناسب، أمضى الثاني له في المباراة والثالث لشباب بالوزداد، وهي نتيجة المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية سريع غليزان استفاق نسبيا فتمكن من تقليص النتيجة عن طريق حيتالة في الدقيقة 49، ويا ليته لم يقم بذلك لأن المدرب زوران استنجد بسرعة بالهداف خير الدين مرزوق الذي عاقب فريق سريع غليزان بثلاثية كاملة خلال الدقائق التي لعبها، فتمكن من توقيع الرابع في الدقيقة 69 بعد كرة على الطبق، ثم عاد مرة أخرى خير الدين مرزوقي واستغل هذه التمريرة الرائعة من متوسط الميدان حسين سلمي وأنهاها في شباك حارس السريع. إنه الهدف الخامس لشباب الوزداد والثاني لمرزوقي في المباراة في الدقيقة 72. هذه هي الآلة التهديفية من جانب فريق شباب الوزداد، وأقصد بها خير الدين مرزوقي، لم تتوقف إلا أن تمكنت من تحقيق الهاتريك بهدف على طريقة الهدف الذي شاهدناه قبل لحظات من آخر مدافع، التمريرات قصيرة أمام حيرة عناصر فريق سريع غليزان التي وكأن فقدت الرغبة في اللعب في ظل تألق خير الدين مرزوقي الذي عاقبهم بهدف ثالث له وسادس لفريقه، كان ذلك في الدقيقة 81. حكم المباراة طرد اللاعب بوزيد بلال من جانب سريع غليزان بعد تدخله الخشن من أمام اللاعب الشاب بالخير، سداسية مقابل هدف يندر بها فريق شباب الوزداد خصومه، فيما فريق سريع غليزان عليه مراجعة الحسابات قبل فوات الأوان.
تشوف بلي رانا قادرين على البطوله ان شاء الله. رانا ماتش بار ماتش. نشكر كامل اللاعبين والستاف ولي جوار، رانا يد واحده وان شاء الله مازال البطوله طويله. بوركوا با ان شاء الله نجيبوا البطوله ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله يا ربي اللي فزنا المقابله هذه، كانت مهمه لنا باش نفوزوا بها. الحمد لله نشكر كاع اصحابي اللي كانوا رجال فتينا، وكنا عند حسن ظن الناس اللي كانت تستنى فينا، كامل الناس اللي كانت تستنى فينا باش نفوزوا بالمقابله هذه، باش نقعدوا على نفس على المرتبه الاولى ان شاء الله. من جهته رائد بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم وفاق سطيف عاد لسكة الانتصارات مجددا بعد أن أطاح أمس بضيفه شباب قسنطينة والفوز في ديربي الشرق بهدف لصفر. لملخص اللقاء نتابعه بتعليق محمد صلاح بوساكر. صاحب التمريرات مثل هذه الكرات الثابتة تعود لقندوسية، يرفعها قندوسي داخل منطقة العملية، تسديده الحارس ممتاز، والحارس الرحماني شمس الدين هو غول من جديد داخل منطقة العملية توفرت فتح مجال التهديف من القائد جابو قمرود غير برافق ومنه يطو بصعوبة الحارس خديرية الحارس خديرية اللي أخذ الكرة وبناء مثل هذا العمل الهجومي زيادة السرعة وتوزيع الكرة داخل منطقة العملية، تبقى لسرعة اليوفا وتدخل ممتاز من الحارس رحماني شمس الدين انقذ فريقه، تدخل موفق جابوا المحاوله للوفاق، تبقى للوفاق تسديده والحارس على مراتيلو اللاعب قندوسي والعاب المتابعه من قندوسي يتمكن في فتح مجال التهديف. التسديده الاولى من جابو سدد بقوه رحماني ارتماء جيده وهنا تفوق من قندوسي وعدم وجود التغطيه في الكره الثانيه ناحية رافقه سعود صالحي، هل سيسد صالحي يسدد ومباشرة بين أحضان الحارس خديرية بصعوبة أخرجها إلى الركنية، امتياز أمام عمورة، كرة ضائعة بالخطأ ناحية غشا، ينطلق غشا أمامه يطو يتفوق غشا يدخل داخل منطقة غشا داخل منطقة العمليات غشا الهدف الثاني لا تبقى لمتلعة الوفاق وعودة موفقة للدفاع. بلجداد متفوق بنتيجة ثقيلة جدا أمام فريق ليزان السداسية كاملة، ست أهداف مقابل في الوقت المحاولة تعديل النتيجة، ضاعت فرصة تعديل النتيجة من ديب انفرد بالخديرية وضع الكرة واصطدمت بالعارضة وكأن العارضة تعاطفت مع أين سيضع هذه الكرة عمورة، فرصة أمام الوفاق وعمورة والتجديدة في الزاوية الصعبة الزاوية المحصورة بين القائم والعارضة الأفقية ورحماني في المتابعة والقراءة الجيدة لإبعاد هذه الكرة إلى الركنية. رحماني يحرم عمورة من إضافة الهدف الثاني. الهدف الثاني ويبقي على نتيجة هدف لصفر ويبقي على حدود فريق. تواصل شبيبة الصورة تمسكها بمركز الوصافة مع شباب بلوزداد بعدما سجلت فوزا جديدا أمام شبيبة القبائل بثنائية لصفر. تفاصيل اللقاء نتابعه في تقرير أبو جعطيط أبو بكر. لقاء الجولة 28، نسور الصورة أحسنت استغلال عامل الأرض وعدم تفويت الفرصة للإطاحة بأبناء جرجرة. الغائب الأبرز عن اللقاء هداف البطولة مسعودي بداعي الإصابة. بداية قوية للصورة، الدقيقة الأولى هجمة منسقة وتسديدة الحمري جانبة المرمى بقليل، بعدها المهاجم يحيى شريف يضيع وجها لوجه. الدقيقة 13 توغل المهاجم حميدي يسدد والحارس حديد بالمرصاد. رفقاء حمرون أتيحت لهم بعض الفرص لكن هجماتهم لم تشكل أي خطورة على دفاع الصورة. تتوقف محاولة النسور وسط سماتة دفاع جياسكا. داود حاول مرة أخرى المباغتة بالتسديد من بعيد. 3 دقائق على نهاية الشوط الأول، عمل فردي وتسديدة الحمري يخرجها الحارس بصعوبة لينتهي النصف الأول سلبيا. النصف الثاني شوط المدربين، المدرب جاليت غير لإعطاء نفس آخر لفريقه. الدقيقة 46 البديل سعد في أول لقطة يتوغل ويدفع المدافع حدوش للوقوع في المحظور. ضربة جزاء حولها حميدي لهدف مفتتح للنتيجة، هدف أخرج الضيوف من منطقتهم وحاولوا تعديل النتيجة. الدقيقة 53 بوعاليا كرته فوق المرمى، رد عليه الحمري بتسديد أخرجها حديد بصعوبة. لتأتي الدقيقة 68 تمريرة في العمق من سعد، الحمري راقب الكرة راوغ وأبدع مسجلا الثاني بطريقة جميلة.
أشبه للمدرب لافان، لعبوا كل أوراقهم في الهجوم. الليبي طوبال حاول التقليص في الدقيقة 79 والحارس سعيد بن مرصاد. في الوقت الضائع البديل بن شريفة يضيع وجها لوجه آخر فرص اللقاء، لينتهي اللقاء بصافرة الحكم بن جهان معلنا فوز أبناء الجنوب بثلاث نقاط وزنها من ذهب في سباق المقدم. نظن أن مقابلة اليوم كانت من أصعب مقابلات اللي خدتها شبيبة الثورة في أرضية الميدان تاعها. لعبنا كونتر خصم اللي خصم يحسب له ألف حساب، قدرنا ندرسوا نقاط تاع القوة نقاط الضعف، وهذا الشيء اللي ما يخفلكش أن شبيبة الثورة هذا العشرين يوم الأخيرة أنها تمر بمرحلة صعبة، وين عندنا تنقلات كل ثلاث أيام تنقلات، وين نروح نلعبوا برا نعاودوا نجوا نلعبوا في بشار، الشيء اللي رحنا نعملوا على الاسترجاع تاع اللاعبين اللي راهم عندنا، خاصة انه عندنا لاعبين مصابين نتمنى ان شاء الله يعاودوا يرجعوا لنا باش يبارتيسيبيو معنا في لي بروشام ماتش. لم تحقق مباراة جمعية شلف ومولودية وهران أهدافها المرجوة بعدما افترق الفريقين على التعادل السلبي في لقاء لم يرقى فيه أداء التشكيلتين إلى المستوى المطلوب. أبرز فترات اللقاء نتابعها في هذا التقرير. هدف البقاء في سباق البوديوم وضع مولودية وهران بقيادة أصغر مدرب في البطولة بوعز عبد اللطيف أمام حتمية الفوز في خرجته إلى الجار جمعية شلف التي لم يكن أمامها خيار هي الأخرى سوى إحراز النقاط الثلاث مستغلة أفضلية الميدان. طابع الديربي على الورق كان يوحي بمشاهدة أهداف، لكن على أرضية الميدان الأمر كان مغيرا. شوط أول تميز في بدايته بالاندفاع البدني واللعب المفتوح في سباق الوصول إلى الشباك مبكرا. نزعة هجومية كانت حاضرة أكثر من جانب الحمراء بفرص لم ترق إلى درجة الخطورة المطلوبة حتى تبلغ الكرة شباك الحارس بن حمادة، لكن ارتفاع درجة الحرارة أثر على مردود الفريقين في بقية أطوار المرحلة الأولى التي انتهت بالتعادل السلبي. الشوط الثاني أداء الفريقين تحسن مقارنة بالأول، وكرة خطيرة من بن عمار الذي سدد بقوة تصطدم بمرمى الحارس بن حمادة. ردة فعل أصحاب الأرض كانت في الدقيقة 65، بوغطايا يفوت فرصة توقيع هدف السابق للجمعية بعد خروجه وجها لوجه مع الحارس لتيم. وبارتفاع نسق المباراة أشبه للمدرب سمير زاوي ضغط بقوة على منطقة دفاع مولودية وهران، والبديل لاكور في الدقيقة 80 وبعد هجمة معاكسة يفشل في ترجمة هذه المحاولة إلى هدف. ورغم مجهودات أصحاب الضيافة إلا أنه لم تتغير النتيجة، وإعلان الحاكم بن سليماني نهاية المواجهة بتعادل سلبي أبقى المولودية في رابع الترتيب ب 48 نقطة، فيما تحتل جمعية شلف المركز 15 ب 29 نقطة. بعد لازمة تاع شباب بلوزداد داخل الديار عملنا يعني على رفع يعني الحافز النفسي لدى اللاعبين والعودة يعني الى السكة يعني النتائج الإيجابية. نقطة اليوم جيدة للمعنوية تحضير المقابل اتحاد العاصمة. في الشوط الأول كانت عندنا فرصتين قابلتين يعني للتجسيد، لكن نقص الفعالية خاب يعني خيبنا. في الشوط الثاني كذلك، ولو أنه في بعض الأحيان تعرضنا يعني لهجمات بحكم الخصم يلعب داخل الديار. تقييم المقابلة تاعي كانت شوط بشوط، الشوط الأول كان سيطر علينا فريق مولودية وهران، والشوط الثاني كنا استرجعنا طريقة لعبنا وسيطرنا على المقابلة وكنا قادرين نسجل أكثر من هدف. الله غالب الحظ ما كانش معنا. المقابلة كانت جميلة، شفت الشوط الأول رغم كانت درجة الحرارة شوية عالية اللاعبين جراو وخدموا وطبقوا التعليمات. بعد الفوز في الجولة الماضية على رائد البطولة مولودية الجزائر سقطت هذه المرة بعين مليلة أمام الجمعية المحلية بهدفين لصفر لترتقي الجمعية إلى الصف الحادي عشر برصيد 34 نقطة. عبد الملك سنيدية والمزيد. حقق فريق جمعية عين مليلة الأهم عند استضافته مولودية الجزائر في مباراة صعبة للفريقين. المولودية دخلت هذه المواجهة بقوة وضيعت العديد من الفرص السانحة، خاصة عن طريق الثنائي جوماندي وإيسو الذي فعل كل شيء في هذه اللقطة ما عدا التسجيل. الجمعية حاولت الوصول إلى شباك الحارس يعقوبي عن طريق الكرات الثابتة والمرتدات السريعة التي أثمرت إحداها في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 32. تولى تنفيذها بنجاح جعبوط مفتتحا باب التسجيل.
المولودية حاولت التعديل في هذه التسديدة لإيسو، والحارس بولطيف يتصدى لينتهي شوط المباراة الأول بتفوق أصحاب الأرض. المولودية حاولت في المرحلة الثانية العودة من جديد في المقابلة عبر بعض الفرص التي لم تشكل أي خطورة على مرمى بولطيف. في الدقيقة 67 الفريق المحلي يتحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة لدمان داخل منطقة العمليات، ليتحصل هذا الأخير على ركلة جزاء ويطرد في نفس الوقت. بليلي ينفذها ويعقوبي يتصدى لها. النقص العددي لم يستغله الضيوف. جعبوط في الدقيقة 82 لم يستغل الخروج الخاطئ للحارس يعقوبي، يتحصل على مخالفة ينفذها المتألق في هذا اللقاء شعيب دبيح، وبروعة يسكنها في شباك يعقوبي، لينتهي هذا اللقاء بفوز ثمين لجمعية عين مليلة يخرجها مؤقتا من حسابات البقاء ضمن حظيرة الكبار. حقيقة فوز مهم وفي وقت حساس، وإن الفريق منذ بداية مرحلة العودة راه يمر بظروف صعبة، كاين أزمة تاع نتائج، ممكن كاين أشياء اللي أثرت على الشيء هذا. أنا بصفتي مدرب جديد في الجمعية عندي الأسبوع هذا وين يعني بديت العمل، ركزنا أكثر منه على الجانب المعنوي مع اللاعبين، يعني اللي كانوا في المستوى شبونس كيزون في يعني أن ماتش بلان. الشوط الأول وين كنا كان عندنا عدة فرص وين كنا قادرين احنا نكونوا كما يقولوا الأولين في التسجيل، رعطينا كما يقولوا بوكو دوكازيون. مالوريزمون كما يقولوا جات لقطه كما يقولوا عكس مجريات اللعب وين عملنا خطا داخل منطقه 18 وين كلفنا ضربه جزاء. الشوط الثاني ثاني ترمينا كاع القوه تاعنا باش نحوسوا على التعادل، لكن توجور كما يقولوا عملنا مخالفه عند منطقه العمليات وين ضربوا ان كوفرون بيان تيري. حقق اتحاد الجزائر فوزا مهما على ضيف أهلي برج بعرريج بنتيجة 3 أهداف لهدف فوز يبقي أبناء سوسطارة في المركز الخامس ب 45 نقطة. أهم فترات اللقاء نتابعها في هذا التقرير لمحمود جبيلي. قصه الزواري في الدقيقة 4 بعمل ممتاز والكرة جانب القيم الأيسر للحارس متحزن، رد عليه من الجانب البراجي في الدقيقة 10 زياني، والتسديدة سهلة بين أحضان الحارس قندوز. نلعب الدقيقة 17 بن خليفة بكرة ملمترية ناحية أوبوكو وجه لوجه ويضعها في الشباك مفتتحا باب النتيجة. فرحة لاعبي الاتحاد لم تدم سوى دقيقة واحدة، حيث نفذ الدواجي مخالفة مباشرة وخروج سيء للحارس قندوز، وسبيع التهامي في المكان المناسب يعدل النتيجة. أصحاب الدار ردوا في الدقيقة 25 بمخالفة زواري الحارس متحزم يرد الكرة، تجد بوشينا في المتابعة والرأسية تعلو العارضة الأفقية. أبناء سوسطارة وصلوا ضغطهم وطلبوا هنا بركلة جزاء، لكن الحكم يتعامر يأمر بمواصلة اللعب ليعود زياني مجددا بعد هفوة من دفاع الاتحاد وجها لوجه ويضيع فرصة سانحة والكرة عالية تماما فوق الإطار، ليعلن بعدها الحكم نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة. بداية الشوط الثاني استهلها الفريق البرايجي بتسديد تقعقع قوية التي حولها الحارس للركنية. الدقيقة 56 ركلة حرة زواري في التنفيذ، الكرة ترتطم بالحائط البشري والمدافع حمراء في المتابعة، وبتسديدة قوية لم يترك فيها أي فرصة للحارس متحزم، والهدف الثاني لأبناء سوسطارة. رد الزوار على الهدف كان بمخالفة قعقع المنفذة ناحية الرؤوس، قندوز يرد الكرة وزياني يضيع ما لا يضيع مرة أخرى والكرة فوق العارضة الأفقية. أشبال زغدودة حسوا بالخطر وقادوا هجمة منسقة، بن حمودة ناحية بن دين يفتح وبالقاسم يمضي على الهدف الثالث، هدف الضمان والإطمئنان. بقي أطوار اللقاء لم نشاهد فيها الكثير، حيث سير أبناء سوسطارة المباراة إلى غاية إعلان الحكم يتعامر نهاية المباراة وثلاث نقاط ثمينة للاتحاد.
نقول الحمد لله فوز يخلي المعنويات يعني تكون مليحة. طبيعة الحال حبينا اليوم نأكدوا الفوز اللي ولا ثلاث نقاط اللي رجعنا بها من غيليزان، نقولوا الحمد لله ما كانت سهلة. بطبيعة الحال الفريق اللي راهو يعني بالك الناس ما همش دارين له حساب، ولكن لو نوليو نتكلموا على مرحلة العودة راهو أحسن فريق يعني في مرحلة العودة. فريق كما شفتوا يعني يلعبوا كرة نظيفة، داروا لنا يعني صعوبات كثيرة، نقولوا الحمد لله بالك حنايا في الشوط الثاني ما تقلقناش، حاولنا باش يعني نلقاو الحلول. الحمد لله يعني عرفنا كيفاش نسيروا الشوط الثاني وين عاودنا سجلنا هدفين، كنا نوعا ما في راحه. وبالغرب الجزائري بين او ديربي الغرب بين وداد تلمسان واتحاد بالعباس عرف فوز الزيانيين بثلاثيه لهدف ما يعزز حظوظهم في تحقيق البقاء. ملخص المباراه نتابعه بتعليق طه شعبان. الكرات لكن المدافع الأيمن خضير يقطع جميع الكرات، دائما كرة طويلة من وداد تلمسان ممتازة صعبة 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 جول. الهدف الأول لصالح وداد تلمسان، الوداد يفتتح مجال التهديف عن طريق سماحي أمين. بعد هذه الهفوة الدفاعية سماحي شوف هنا كيف رود كيف سجل ويفتتح مجال التهديف لصالح وداد تلمسان. يعني يتفوق بن بنعيد، مرة الكرة ممتازة من هناك في الرواق الأيمن طويل الهواري يبحث عن الثغرة للتسديد، لا يفضل الطريوت يمرر ناحية بن بنعيد، كرته ممتازة ناحية سماحي يتمكن من تسجيل الإصابة الثانية في هذه المباراة. سماحي يتمكن من تحقيق الثنائية في هذه المباراة. سماحي يبصم في هذا الديربي بين وداد تلمسان واتحاد بالعباس بثنائية في شباك الحارس زعراط. هذا اللاعب الشاب سماحي محمد الأمين صاحب 22 سنة في هذه المباراة إثر هذه التمريرة الدقيقة والممتازة من بن بولعيد. سماحي يتمكن، كرة لصالح اتحاد بالعباس عن طريق مواقي، منذ دخول مواقي هناك نشاط في الجهة اليسرى لهجوم اتحاد بالعباس. الورثاني في الوسط وسيني ثم التسديدة تسديدة قوية تسكن في شباك الحارس، تسديدة قوية تسكن في شباك الحارس. هنا أخذ ورد في منطقة العمليات وفي منطقة الوداد، الحارس صوفي كمال بعد بقية يتفرج على هذه الكرة. التاسعة والعشرين فريق اتحاد بالعباس، كرة طويلة ناحية الهواري الهواري يتمكن من تسجيل الإصابة الثالثة لصالح وداد تلمسان. التسديدة لاحظوا هنا التوزيعة، لاحظوا التسديدة والكرة تسكن في شباك الحارس زعراط على الطائر طويل الهواري يتمكن من تسجيل الإصابة الثالثة لصالح وداد تلمسان في هذا الديربي مثل ما فعلها الوداد في مباراة الذهاب سجل ثلاثة أهداف، يفعلها اليوم في مباراة العودة ويتمكن من تسجيل الثلاثية عن طريق هذا اللاعب طويل الهواري. وعقب المباراة كانت هناك بعض التصريحات من الجانبين بخصوص الحديث عن الأداء والنتيجة. طارينا بيان للدربي هذا، الحمد لله كنا بيان كونسونطري في الماتش، دينا تعليمات تاع المدرب، كنا بريزون في تينا وين كنا كونسونطري بيان عليهم. الحمد لله ربي ما خيبناش ودرنا اللي علينا وربحنا هذه لي تروا بوان، تخلينا نخدموا اليس. انا حاجه نزيد نضيفها، نشكر اللاعبين ونشكرهم بزاف كانوا دي قري دخلتينا، نشكر الفني المدرب اللي عطانا هذاك الحافز ابري ام وايد مي راهو معانا. الحمد لله ان شاء الله هذه الريزلت ما شات حبسنا هنا، ان شاء الله تخلينا نخدموا اليس بور لا سويت تاع شامبيون ان شاء الله. بون الحاجه الاولى نشكر المدرب تاعنا عمراني
اللي راه يعطينا هاد الاكسبيرونس وهاد الصوالح حنا نخدموا في الميدان معاه وحسينا بلا بروغريسيون اللي رحنا نديروها. ونشكروا ثاني الانصار اللي راهم واقفين معنا وان شاء الله مازال نزيدوا البليس ليكي. فوتنا ماتش تري بيان مالغري كان ماتش ديفيسيل، ادينا تعليمات المدرب وطبقنا كل شيء في وسط الميدان والحمد لله جبنا لا فيكتوار. كنا نخدموا في الاسبوار، لوبجيكتيف تاع اي جوار في اسبوار يسي يخدم باش يمشي يلعب في السينيور والحمد لله. باللي حنا بهذه المقابلات حنا نحاولوا باش نجيبوا لا فورم تاع ليكيب ككل، سي بور سا اللي شتنا نلعبوا ككتله باسكو نعرفوا باللي الخزان تاعنا البدني ضعيف، لهذا انا نظن باللي الفريق تاعنا ما يخرجش المقابله كيما نقولوا بطريقه مباشره باسكو نعرفوا باللي الفريق تاعنا ما تدربش ثلاث شهور، ولهذا نحاولوا باش نقسموا الجهد تاعنا على اطوار المقابله، نلعبوا بفتره من الزمن ونخرجوا فتره باش ثاني باش بور ايفيتي ثاني لي بليسير باسكو يفو لو ريكونيتر رانا نوعا ما حسيت اللاعبين تاعي شويه ثقالين بارابور المقابلات اللي فاتوا، ولهذا كنا في لا رياكسيون ولا في الثنائيات كنا دائما متاخرين، ولهذا نظن باللي احنا متاسفين في ضيعنا هذه المقابله، لكن هذه المقابلات اللي راهم كي سونشان في لا سومان احنا اللي الفريق تاعنا اللي ماهوش محضر من الناحيه البدنيه راهم يأثر فينا. لم يفوت فريق نجم مقرى فرصة استقباله ناصر حسين داي الذي فاز عليه بنتيجة هدف لصفر في مباراة لعبت تحت درجة حرارة عالية وحضرها للتلفزيون الجزائري عمر جمعي. في مباراة بست نقاط استقبل فريق النجم مقرى النصر حسين داي في لقاء يبحث فيه أشبال عباس عن مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية برابع مباراة دون هزيمة، بينما تريد النصرية التدارك والابتعاد عن منطقة الخطر. بداية اللقاء كانت متكافئة بفرص لكل فريق. النصرية ردت عن طريق شويتر بهذه التسديدة التي وجدت الحارس نصير بالمكان المناسب. رد مقرى كان عن طريق بن قويدر الذي سدد الدفاع يرد زيوش في المتابعة كرته تجانب القائم. لتتوالى الهجمات هذه المرة بوغاش يقدم كرة لبن قويدر، هذا الأخير يتوغل يوزع في المتابعة الحاج بوغاش كرته تجانب القائم الأيسر للحارس بن شلف. حرارة الطقس العالية التي فاقت الأربعين درجة أثرت على أداء اللاعبين فرديا وجماعيا خاصة في الشوط الأول، لتكون تسديدة برنو التي ردتها العارضة آخر فرصة حقيقية في المرحلة الأولى. بعد العودة من غرف تبديل الملابس أقحم المدرب عباس سومانا من أجل دعم بوغاش في الخط الأمامي. النصرية وبسيناريو الشوط الأول نفس اللاعب شويطر يضيع فرصة فتح باب التسجيل، لنشهد بعدها تحكم زملاء بوشوارف في المباراة، أمر جعل المدرب يعيش يقحم فوزية لإعادة ترتيب الفريق خاصة في قيادة الهجمات. قوة نجم مقرى هذا الموسم كانت في الكرات الثابتة، ليستغل القائد العايب محمد إحدى تمريرات فقعاس من أجل فتح باب التسجيل في الدقيقة 57، وكاد برحلة أن يضاعف النتيجة بهذه التسديدة. ربع ساعة الأخيرة كان صعبا على النجم بعد التراجع البدني، فرصة لم تستغلها النصرية خاصة عن طريق ناجي الذي ضيع فرصة تعديل النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز هام للنجم يبعده عن منطقة الخطر، فيما على النصرية التدارك سريعا قبل فوات الأوان. قبل تحديد موعد إجراء المباراة النهائية لكأس الرابطة لكرة القدم، أكد رئيس نجم مقرى عز الدين بن ناصر في ميكروفون عمر جمعي أن فريقه لا يعارض تأجيل النهائي خاصة إذا كان هذا في صالح شبيبة القبائل التي ستكون معنية بلعب نهائي كأس الكاف.
بالنسبه لنا احنا تاجيل المقابله هذه رايخ في صالح شبيبه القبائل، لان يعني هذا الفريق راح يلعب نهائي كاس الاتحاد الافريقي يوم 10 جويليه، وحنا مع هذا القرار بيخليو شبيبه القبائل على الاقل تحضر بتحضير اللي يخص المقابله هذه، وكذلك على الاقل يشرفونا ان شاء الله ويعودوا ولي ما لا يعودوا بكاس الاتحاد الافريقي، لان شبيبه القبائل فريق اللي راه يمثل الجزائر في هذه في المحافل الدوليه وراه يشرفنا احسن تشريف، وحنا مع القرار لان هذا يخص الرابطه، يخص الرابطه المحترفه. الحمد لله رب العالمين، رانا في البطوله كما يقولوا مقابله يعني، رانا كل ثلاث ايام نلعبوا مقابله، ما يخفلكش لعبنا الحد نلعبوا الخميس نلعبوا الحد الجاي يعني باش نزربوا نخلصوا البطوله هذه في اقرب الاجال، وكتاش جينا احنا وكتاش كانت كاس الجمهوريه وكتاش تبرمجت ان شاء الله نلعبوها، ورايحين نلعبوا حظوظنا الى اخر لحظه ان شاء الله. يواصل فريق شبيبة كيكدا سلسلة تعثراته بانهزام جديد على أرضية ميدانه، مباراة لعبها فريق روسيكادا بلاعبين أغلبهم من صف الرديف أمام الضيف نادي بارادو الذي فاز بثلاثية أقول لصفر، وجاءت أهداف الزوار خلال الشوط الثاني بواسطة كل من موالي في الدقيقة 58 ليضيف بوسيف الهدف الثاني في الدقيقة 75، فيما أضاف غراب الهدف الثالث في الدقيقة 81، وبهذا الفوز يرفع نادي بارادو رصيده للنقطة 38 محتلا بذلك المرتبة 10، بينما تواصل شبيبة سكيكدا تواجدها في المرتبة الأخيرة 17 نقطة فقط. بطولة الرابطة المحترفة ستتواصل بداية الأسبوع المقبل بلعب مباريات الجولة 29، وبخصوص مباراة شبيبة القبائل نجم مقرى تم تثبيتها بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو على الساعة 17:00 مساء، وهذا بعد طلب شبيبة القبائل في وقت سابق تأجيلها قصد الاستعداد لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقررة يوم 10 جويلية الجاري أمام الرجاء البيضاوي المغربي بكوتون البنيني. ونبقى مع أخبار الرابطة المحترفة لكرة القدم ومباراة اتحاد بسكرة أولمبي لمدية، نتابع أهم ما ميز هذا اللقاء في هذا التقرير. أولمبي لمدية لم يعد إلى ديار خالي اليدين، بحيث تمكن من فرض نتيجة التعادل على المضيف اتحاد بسكرة الذي دخل منقوص من خدمات 7 لاعبين أساسيين بسبب الإصابات والعقوبة. أصحاب الأرض ووسط أجواء مناخية صعبة للغاية، حيث بلغت الحرارة 140 درجة مئوية عند الساعة 6:00 مساء، تمكنوا من الدخول بقوة والاستفادة من ركلة جزاء بعد عرقلة واضحة في منطقة الجزاء، حولها اللاعب بوكاروم في الدقيقة 5 إلى هدف السبق، ليأتي رد فعل الأولمبي سريعا وبن شريف حارس الاتحاد ينقذ مرماه بعد ذلك من هدف محقق. نلعب الدقيقة 28، ضغط من جانب الزوار يتمكن خلاله اللاعب الربيعي من تعديل النتيجة وبعث المباراة من جديد، وهدف في كل شبكة خلال المرحلة الأولى. المرحلة الثانية وفي الدقيقة 50 هجوم معاكس للأولمبي، يتمكن على إثره اللاعب نعاس محمد من إضافة الهدف الثاني لصالح فريقه. بعد هذا الهدف حاول أبناء الزيبان تعديل النتيجة، غير أن كل محاولاتهم باءت بالفشل بسبب الطبع التسرع وعدم التركيز الذي غلب على أدائهم، وذلك حتى الدقيقة 78 أين تمكن البديل تومي محمد سيف من استغلال الهفوة في دفاع الزوار وتمكن من تعديل النتيجة. بعد هذا الهدف رمى أصحاب الأرض بكل ثقلهم في الهجوم وتسديدة حراري في العارضة الأفقية، نفس اللاعب في تسديدة لكنها جانبية، ليعلن الحكم نادر نهاية المباراة على نتيجة التعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة. احنا جينا بنية الفوز مارغري الظروف اللي عشناهم في هذه المقابلة، لكن لاعبين يعني مشكورين على الأداء اللي أداوه، كنا انه ميري 3 بوان بارابور يعني الاداء تاع الحاكم اليوم يعني والله راه يحير يعني في لقطات يعني لو دوزيام بي تاع ليغاليزاسيون
on voit qu'il n'y a pas de coup franc, mais il a sifflé. Mais bon, je pense que من الضغط تاع 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 الطقس يعني صراحة حرارة كبيرة 47 درجة. كنا ننتظروا أنه الخصم يكون منظم ويلعب بأريحية ويتحكم في الكرة، ورغم ذلك أن دخولنا في المباراة جينا لهدف وبعدين ضيعنا عدة فرص سهلة باش نقتلوا نوعا ما خاصة في الشوط الأول، إلا أنني تعديلهم في الشوط الأول أثر، شفنا يعني ارتباك كبير وثقة عودة ثقة أكثر لفريق المدية. عموما نقول أنه تعادل يعني لينا منطقي في ظل هالظروف هذه. إلى أخبار الملكة الصغيرة، حيث أكثر من 160 دراجا في مختلف الأصناف سيشاركون أو يشاركون في البطولة الوطنية التي تحتضنها ولاية عين تيموشنت، والهدف منها تحضير العناصر الوطنية للاستحقاقات الدولية المقبلة. التغطية لمختار مذكور. أزيد من 160 دراجا كانوا على موعد وانطلاق البطولة الوطنية لسباق الدراجات على الطريق بولاية عين تيموشنت، يمثلون فئات الأشبال الأواسط والنخبة ومن الجنسين، ممثلين ل 34 ناديا. هي أهم منافسة في برنامج الاتحادية، وين تضم يعني كل الأصناف، خاصة أنه هذه السنة السنة الاستثنائية أنه كان صنف الأشبال مع صنف الأكابر والأواسط. كذلك شيء مهم جدا يجب النوه به انه اختيار الرياضيين اللي راح يمثلوا الجزائر في الالعاب الاولمبيه راح يكون من هذه المنافسه. التظاهر في يومها الاول خصصت لسباقات ضد الساعه فردي على مسافات تراوحت ما بين 10 الى 32 كيلومتر بمسلك مغلق ببلديه شعبه الحم. كانت كورس بيان سوف كانت شي سخانه مي بون سافا ومازال نزيدو نبريباريو ان شاء الله بوغ دوطخ ريزولتا ميور. السباق كان محمس، كان شباب مليح، اجواء جميله، نهار شباب الله يبارك، سباق كبير. كان شويه صعيب، كان الريح ثاني في الطريق، ان شاء الله نكونوا درنا فيها، ان شاء الله نكونوا ملاح، ان شاء الله خلاصين معلول. متاهلين اثنين لاولمبياد طوكيو، 16 دراجا من العاب البحر الابيض المتوسط بوهران 2022، و36 دراجا بالبطوله العربيه حصاد الملكه الصغيره، وسباقات عين تيموشنت تعد محطه تحضيريه لهذه الاستحقاقات. الاتحاديه نظمت حاليا اكثر من 50 سباق على مختلف المستويات سواء جهويه ووطنيه. نظن انه كذلك هذه المنافسه مهمه جدا لاختبار النخبه الوطنيه اللي تنتظر استحقاقات مهمه على غرار العاب طوكيو اللي راح تكون بعد حوالي 20 يوم، بالاضافه الى البطولات العربيه اللي راح تكون شهر اكتوبر، وكذلك الاستحقاق المهم اللي راه هذه المنافسه اصلا تندرج ضمن برنامج الترويج للالعاب البحر الابيض المتوسط اللي راح تكون الهدف تاعنا. سباقات عين تيموشنت للإشارة ستستمر على مدار 4 أيام كاملة. تحتضن هي أهم منافسة في برنامج الاتحادية، وين تضم يعني كل الأصناف، خاصة أنه هذه السنة السنة الاستثنائية أنه كان صنف الأشبال مع صنف الأكابر والأواسط. كذلك شيء مهم جدا يجب النوه به أنه اختيار الرياضيين اللي راح يمثلوا الجزائر في الألعاب الأولمبية راح يكون من هذه المنافسة. تحتضن ولاية تيارتو على مدار 4 أيام دورة وطنية لكرة القدم للأشبال لأقل من 13 سنة، وشارك فيها أزيد من 15 ولاية. محمد نور الدين قاسمي حضر الموعد وعد لنا هذا التقرير. من جمعية نجوم تيارت لكرة القدم يداعب الأشبال الأقل من 13 سنة الكرة بمركب قايد أحمد في دورة وطنية يحضرها ممثلو 16 ولاية. هذا الدورة إن شاء الله يكون فيها 16 ولاية من كل قطر الوطن. لوبجيكتيف تاعنا
من هذا الدورة يكون احتكاك وباه نعرفوا المستوى تاعنا وين راه، ونكونوا احنا بالتكنيسيان تاعنا بيكتشفوا المواهب هذو. استفدت تعليم مهارات فنية، نتعرف على أصحابي هكذا من ولايات أخرى. جينا لتيارت واستضافونا بضياف ورحبوا بنا بأكثر ما عندهم قدر ما شاء، والحمد لله اليوم لعبنا ماتش زين ومرة جاية ما نعاودوش الأخطاء هذه. الدورة التي تدوم 4 أيام تحمل اسم أحد قامات الساحرة المستديرة وطنيا المرحوم الطاهر بن فرحات. الطاهر كي كان خصوصية كي كان يربح كان يجي كما قال يضحك، وكي كان يخسر سي موفي بيردون يدخل للدار ما يهدر مع حتى واحد، ما يبغي يتكلم مع حتى واحد، بالأربع أيام يغلق على الشومبرة تاعو وما يهدر مع حتى واحد. ومام كي كانوا يلعبوا هكا كيما نقولوا يديبلاصوا كي خسروا ولا في الكار ما كاش قال يهدر. طاهر شنو نقول لهم كيما قالك التاريخ تاعو يهدر عليه. طاهر كان من مرن كنا نديبلاصوا احنا جواره معاه، نروحوا للقسنطينه ولا نروحوا للجزائر ولا نروحوا للوهر، كانت شخصيه كبار تقار على الطاهر. الطاهر هو لا جي سمتي، الطاهر هو تيارت. حنايا الشباب اللي حنا نقولوا الميساج تاعنا لهم، حنا نكونوا القدوه تاع هاد الشباب في الطاهر بن فرحات، في اللعب كيف كان يلعب الطاهر بن فرحات، في الامتياز في الكوفرون تاعو كي كان يلعب ليبيرو، كيفاش علمنا نلعبوا لي بوست ديفونسيف، علمنا بزاف صوالح الطاهر. هو كان يعني كان اخصائي وكان لاعب كبير، كان يسجل المخالفات، كان يحوس عليا باش نكون انا نضرب المخالفات، وكنا نديروا الرهان لما يحط 10 تاع الكرات من 25 متر ولا 40 ولا 20 متر، كان هو يسجل، لما انا هو يسجل كنت نسجل معاه، ما يسجلش هو يحط 10 مخالفات يسجل 7-8 كنت انا نسجل 5-6. من بين المشاركين 300 سيتم اختيار فريق يتنافس اعضاؤه ليرتدي احسنهم القميص الذهبي. في أخبارنا الدولية، تلعب في هذه الأثناء المباراة الأولى من الدور الربعي النهائي من بطولة أمم أوروبا. اللقاء يجمع بين المنتخبين السويسري والإسباني على ملعب غازبروم بمدينة بيترسبورغ الروسية. وتشير النتيجة في هذه الأثناء إلى التعادل بين المنتخبين، منتخب إسبانيا الذي سجل عن طريق دوني زكريا بنيران صديقة، وفي الدقيقة 8 وعدل لسويسرا اللاعب شاكيري في الدقيقة 68 الثانية. أما المباراة تقول المبرمجة الثانية لنهار اليوم من الدور الربع النهائي ستجمع منتخب بلجيكا أمام نظيره الإيطالي، وتكون مباراة المنتخبين السويسري والإسباني قد انتهت في هذه الأثناء بالتعادل الإيجابي، ما يجعل المباراة تمر إلى شوطيها الإضافيين. أما عن برنامج الغد، المواجهة الأولى تجمع منتخبي تشيك بالمنتخب الدنماركي، فيما يلاقي منتخب أوكرانيا نظيره الإنجليزي. ورغم فيروس كورونا، أجواء مثل المعتادة يصنعها أنصار المنتخبات الأوروبية الذين كانوا في الموعد بتنقلهم إلى المدن التي احتضنت مختلف مباريات اليورو. وسنعود بعد قليل إلى أجواء اليورو والحدث الذي يجري هناك. ورغم هذه الأجواء إلا أنها تبقى استثنائية بالنظر إلى تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، أقول ما يجعل الفرجة والأجواء غير عادية مقارنة بالطبعات الماضية.
بعد شهرين من تنصيبه على رأس العريضة الفنية لنادي روما الإيطالي، حل خوزي مورينيو بالمدينة الإيطالية العريقة أين حظى باستقبال الأبطال هناك، حيث وجد في استقباله حشود من مناصري النادي. مورينيو عاد إلى إيطاليا بعد 11 عاما من الغياب، وبالتحديد بعد مغادرته نادي أنتر ميلو ما بين 2008 و2010، وتوج معه بالثلاثية لقب الدوري، الكأس ورابطة الأبطال. يواجه سهرة اليوم منتخب البيرو منتخب الباراغواي لحساب المباراة الأولى من الدور الربع النهائي لكوبا أمريكا بمدينة غوبنيانا البرازيلية. لقاء سيكون في غاية الصعوبة على الطرفين في مهمة اقتطاع تأشيرة المرور إلى المربع الذهبي. وعن برنامج مباريات الغد، البرازيل تلاقي منتخب الشيلي، فيما يواجه في المباراة الثانية المنتخب الأورغواياني نظيره الكولومبي. في رياضة التنس، حققت المصنفة الرابعة عالميا أرينا سابالينكا تأهلا مهما إلى الدور الثمن النهائي من دورة ويمبلدون، أحدى أكبر الدورات في العالم، وكان التأهل على حساب المصنفة 94 عالميا الكولومبية ماريا أوزوريو بنتيجة شوطين دون رد 6-0 6-3. للتذكير أن أرينا سابالينكا تملك في رصيدها 10 ألقاب دولية. وعن أخبار الشعلة الأولمبية، بدأ العد التنازلي لمسيرتها التي بدأت رغم العقبات بسبب تفشي فيروس كورونا قبل أيام عن انطلاق نسخة جديدة من الألعاب الأولمبية الشعلة، وفي طريقها إلى النقطة الأخيرة بطوكيو التي رفعت التحدي وأبت إلا أن تنظم هذه الألعاب. أما عودة إلى أرض الوطن وأخبارها المنتخبية، الوطني لأقل من 20 عاما الذي يشارك في البطولة العربية للأمم التي تجري وقائعها بالعاصمة المصرية. إذن المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، وفي آخر أخبار عنه، يجري في هذه الأثناء حصة تدريبية تحسبا للدربي المغاربي ضمن البطولة العربية والتي سيلاقي فيها لحساب الدور النصف النهائي المنتخب التونسي. مباراة كبيرة في النصف النهائي تدخل في تاريخ المواجهة الفريقين، أو تدخل المنتخب الوطني التاريخ بعد بلوغه هذا الدور. وكان المنتخب الوطني بقيادة الناخب الوطني محمد لاسات قد تمكنوا من التأهل إلى هذا الدور في الربع النهائي على المنتخب المغربي بعد بضربات الترجيح بعدما انتهى الوقت الرسمي بالتعادل الإيجابي. إذن إرادة كبيرة تحذو عناصر المنتخب الوطني، كما أكده المدرب أو الناخب الوطني محمد لاسات في وقت سابق، لتحقيق الأهم وبلوغ نهائي هذه الطبعة. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام أخبارنا الرياضية. لما فاتته يمكن متابعتها على الموقع أو الصفحة الرسمية للتلفزيون الجزائري على الفيسبوك. شكرا على المتابعة والسلام عليكم.